والآن مشاهدينا مع فقرة العربية نت، وينضم إلينا في الاستوديو زميلنا أحمد السهيمي. صباح الخير يا أحمد. نور السرور، أهلا وسهلا بكم، يا مرحبا. طيب أحمد، بيقولوا أنه كانت 2012 كانت حتكون نهاية العالم، طبعا الموضوع كذب وخراف زي ما بيقولوا، بس يبدو أنه في ناس صدقوا وهربوا لمكان معين. عندك المكان؟ طبعا كلمة كذب وخرافة هذه لو تقول ليها للقراء اللي عندنا بيزعلوا منك، لانه في ناس كثير يقولوا ايش دراكم؟ ما تدروا. يعني وبعدين يوم 31 ديسمبر نفتي يعني. الين دحين في ناس فعلا مقتنعين، يعني في ناس مقتنعين انه بعد ما تجاوزوا 12/12 قاعدين يدوروا على 21/12، وفي ناس بيوصلوا لنهايه ديسمبر. يعني لا يزال الجدل هذا قائم. مأساة. لكن هذه القريه الصغيره في تركيا عدد سكانها لا يتجاوز 600 نسمه. اجتمعت فيها وفود الناس اللي يعتقدوا انه هذه القريه هي محور طاقه ايجابيه في العالم، فانهم لو جوا في المكان هذا فما تضره من نهايه العالم اللي بتحدث في العالم كله. ارتفعت اسعار الفنادق. طبعا الطريف انه يعني كل القريه فيها 400 غرفه اوتيل يعني، بس أيوة. كامله، فصاروا يسكنوا عند الناس، يعني صاروا بعض الناس ياجروا بيوتهم وكذا لاستجابه الطلب السياحي. بس الطريف انه المنطقه هذه تعتبر منطقه سياحيه في الصيف، ما حد يجيها في الشتاء لانها بارده جدا. لكن السنه هذه يعني فولت. نهايه العالم فادتهم. بس هذا استثمار عقاري مجزي يعني صراحه. يعني على العموم ننتقل لخبر اخر اكيد الدم حن للبزنس. اي على طول دائما التحليل الاقتصادي لازم الدم يحن. المهم نتكلم عن موضوع اخر، هو موضوع السياحه في لندن. يعني الخبر اللي راح تتحدث عنه راح يزعج يمكن او يزعل كثير من الناس، انه بحسب استفتاء لندن يبدو انها قذره ويعانون من عدم مد سكانها. طبعا هذا الموضوع فيه طبعا موقع متخصص في السفر هو اللي سوى هذا الاستفتاء، والناس المتخصصين في السفر يسافروا كثير بيكي يعتبروا. أيوة. يعني عندهم يعني جدا جدا يختاروا ويدققوا في الاختيار، انتقائيين جدا. فحطوا في الاستفتاء بعض الاشياء الاساسيه، الخدمات الاساسيه. لندن جابت درجه عاليه، هي الخامس، لكن التعليقات حقتهم كانت جدا قاسيه. طبعا البعض فسر انه اصلا بحكم انه البريطانيين اصلا تعليقاتهم قاسيه. أيوه. فجاهم تعليقات من نفس النوع اللي يحبوه يعني. لكن عموما هي يعني لا تزال مرتبتها متقدمه، هي المرتبه الخامسه. أيوه. في هذا الاستفتاء كان سمعتها وحشه، كان عندهم مشكله. عندهم مشكلة في مناطق معينة. وكان عندهم مشكلة في المواصلات، انه في التكاسي يعني مقارنة ببعض العواصم اللي أيوه. حصلت على مراكز متقدمة. طيب يعني برضو الناس حتفضل طبعا تحرك. اكثر حاجة اشتكوا منها الغلاء، انه لندن جدا اسعار مرتفعة فيها، هذه ما حد يختلف فيها مقارنة بالمدن الاخرى، بس يعني برضو حتظل مدينة محببة لكثير من السواح العرب تحديدا. طبعاً. كمان طيب اخر اخبارنا عن شرطي أمريكي بأعطى مخالفة ومعها مساعدة مادية. طبعا هذا الشرطة قصة جميلة جدا ولا تزال تلقى تعليقات، يعني انه مقارنة بين عادة الشرطة ايش يسووا. أيه. يعني الصورة التقليدية النمطية عن الشرطة وهذا الرجل العسكري اللطيف ايش سوى. اقترب من الرجال، طلب منه الرخصة والاستمارة، وجد انه ما سجل ملكية السيارة. فقال له ليش؟ قال والله انا ما عندي فلوس اسجل الملكية، يعني يا اني ادفع فلوس عيالي اكلهم ولا اسجل الملكية. اي فاعطاه المخالفة تطبيقا للنظام وحط له $100 في ورقة المخالفة عشان يسجل الملكية. فكانت مبادرة لطيفة. الرجل هذاك بعدين بلغ تحدث مع الصحيفة المحلية في امريكا في ولاية تكساس، ويعني برضو الى الان الموضوع يلقى قراءات كبيره وتشوفه في الصفحه الاخيره في العربية نت. ايوه حلو لو تم تعميم هذا الخبر. هي انه كل العسكري كل شرطي يعطي 100 دولار. انا بدي 100 دولار هذه الدوله تفلس على كده بعدين يصير. اكيد الزميل احمد السهيمي ضيفنا في صباح العربيه، شكرا جزيلا لتواجدك معنا وعلى الموضوعات الحلوه. يا مرحبا، شكرا لك يا احمد.